ميجو من جديد طبعا النهارده داخل النادي الاهلي، اجواء حزينه طبعا بعد المباراه، حزينه مش متوقعه خالص. الكابتن حسام في المؤتمر الصحفي اللي كان لسه منتهي من لحظات اتسال عن فرصه في البطوله بعد هزيمه اليوم، قال الكوره لسه عندنا 4 ماتشات، لسه الامور بالنسبه لنا لسه فيها امل كبير. يمكن كمان كان مستر مايك المتيبي المدير الفني لنادي كامبالا اتكلم طبعا عن ان هو قال امبارح في المؤتمر ان انا بحترم النادي الاهلي وكل الاحترام والتقدير، لكن انا كنت جاي اكسب وعلى عيبه شباب وكان عندي هدف ان انا اكسب. اللعيبه طبعا يمكن حزينه بشكل كبير، الامور هنا يمكن صعبه شويه. كابتن حزام طبعا الظروف والاصابات والامور اللي دي كلها اتكلم عليها في المؤتمر، قال انا عندي فقدان كبير في اللعيبه وعندنا ثقه في اللعيبه الموجوده، لكن الخبره بتفرق. في لعيبه لسه صغيره، في لعيبه لسه ما اندمجتش معانا بالنسبه للتشكيله الاساسيه للنادي الاهلي. حاول ان هو طبعا يتكلم بشكل كبير عن الفرص القادمه الفتره اللي جايه، قال في 4 ماتشات عايزين 11 نقطه من 4 ماتشات اللي جايين دول. انا حسبتها مع الجماهير ان شاء الله في النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، خلال المباريات اللي جايه نطلع الكاب ان شاء الله كابتن ميدو ونقول المباراه الافريقيه القادمه ان شاء الله. اكيد اكيد يا كريم، كل الجماهير واثقه في النادي الاهلي ان هو يطلع من هذه المحنه، يعني اكيد كل الجماهير واثقه من كده، لان عارفين النادي الاهلي نادي كبير، واكيد عارفين كمان ان في ناس قاعده مش بتهزر، يعني في ناس قاعده بتحسب كل حاجه وبتدي فرص وبتعمل كل حاجه، لكن في الاخر اكيد مصلحه النادي الاهلي فوق الجميع، وانا قلت كده في الاول. لكن قول لي الكابتن حسام بدري سبب الهزيمه بايه تحديدا؟ والله هو طبعا يعني قال ان احنا ما كناش موفقين، الاستارت بتاعنا كان كويس، جالنا ضربه جزاء قبل قابلنا سوء التوفيق، كنا احرزنا الهدف فكان هتفرق معانا بشكل كبير. دخلنا الشوط الثاني، الشوط الثاني كان اللعيبه ما كانتش مركبه، كانوا زي ما نقول المود بتاعه ما كانش متناسق مع التعليمات اللي كان بيقولها الكابتن حسام. اتسال كمان على التحكيم، قال له انت يمكن طلبت بالعداله التحكيميه، رايك ايه في التحكيم النهارده، التحكيم اللي كانوا متواجدين؟ قال التحكيم النهارده ما كانش ليه اي تعليق عليه، لكن زي ما بقول لك هي الحاله الحزن بس للعيبه، لان اللعيبه كانت عندها يمكن امل كبير، وزي ما بنقول المواجهات التاريخ الكبير بين النادي الاهلي، عارفين ان الكوره ما بتعترفش ايه بمستطيل الاخضر، لكن من المعسكر ومن سفرنا ومن تدريباتنا اللعيبه كانت مركزه بشكل كبير جدا ان هي ترجع بال3 نقاط، لكن زي ما بنقول يا كابتن ميدو قدر الله ما شاء فعل، ان شاء الله لسه في فرصه واثنين وثلاثه ان شاء الله النادي الاهلي يعود من جديد ويصحح المسار بالنسبه للبطوله الافريقيه ان شاء الله باذن الله. كريم لو عندك جديد اتفضل نستناك، لو في اي جديد، لو عرفت توصل تعمل اي حوارات او اي حاجه مع اللعيبه مع كابتن حسام يا ريت تقول لنا. كريم احمد شكرا جدا ليك.